يعني المتأمل كده الفترة الأخيرة بنشوف أنشطة كتيرة جدا واهتمام يعني على المستوى القانوني، على مستوى القيادة السياسية، على مستوى إدماج ذوي التوحد بشكل كبير في المجتمع بالفئة دي الفترة الأخيرة. أبرز الملامح وأهم الملامح الخاصة باهتمام الدولة بذوي التوحد والإعاقة. يمكن أبرز حاجة اللي قالتها الأستاذة باسانت اللي هو إن تم تفريد التوحد كإعاقة لوحدها، كان زمان ممكن بيحطوها تحت الإعاقات الذهنية، لكن الاضطراب في التوحد مش لازم يصاحبه إعاقة ذهنية، فبالتالي انفراده في القانون ده برضو إدى توعية حتى لو مش واضحة قوي للناس. عشان كده كل الأنشطة اللي بتتعمل إن احنا نوعي الناس أكتر وأكتر إن برضو التوحد من الإعاقات الخفية اللي ملهاش ملامح، وبالتالي من الصعب إن الناس تتعرف عليها بمجرد إن هم يشوفوا الشخص المشخص بالتوحد. من الحاجات برضو اللي بينت اهتمام الدولة ان مثلا وزارة التضامن الاجتماعي ان هي لديها 805 من مراكز التأهيل، المراكز كلها بيبقى في خدمات للأشخاص ذوي التوحد. كان في بروتوكول تعاون ما بين جمعيتنا جمعية أدفانس وجمعية والوزارة لتدريب الكوادر في المراكز التابعة للوزارة في 9 محافظات، ده تم السنة دي وإن شاء الله السنة الجاية 9 واللي بعدها 9، بحيث إن شاء الله يتم زيادة التوعية بإزاي التعامل مع الأشخاص ذوي التوحد لأن ليهم معاملة خاصة طبعا. وبرضو لازم نقول إن في مركز للتوحد بالذات متخصص في التوحد تابع للوزارة موجود في المطرية تبع المؤسسة القومية، والحقيقة المركز ده متميز جدا والخدمات فيه على أعلى مستوى من سن 6 ل 16 سنة، وبعد كده بيتوجهوا للتأهيل المهني. وهيتم إنشاء مركزين زيه، واحد في بورسعيد وواحد في مطروح، بحيث إن كده يبقى في توزيع برضو جغرافيا إن في مراكز متخصصة قوي في التوحد بالذات. ده غير إن في 21 مركز تبع لمراكز حياة كريمة تم افتتاحها وإن شاء الله هيكون فيها برضو خدمات للأشخاص ذوي التوحد.